يعني هناك من يدعي أنه هناك أزمة وقود في بغداد؟ يعني حدثنا حول هذا الموضوع وما مدى صحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو موضوع أزمة الوقود جاء نتيجة لقيام وكلاء محطات التعبئة الأهلية بغلق محطاتهم، وهذا الشيء مخالف للقانون، حيث وكيل المحطة مرتبط مع الدولة بعقد مبرم بين طرفين، بين شركة توزيع المنتجات النفطية ووكيل المحطة. وكيل المحطة مخول بنقل ملكية الوقود من الوقود ملكي الدولة، نقل ملكيته بواسطة وكيل المحطة إلى المواطن لقاء عمولة، اللي قام بوكلاء محطات التعبئة بغلق محطاتهم احتجاجا على موضوع الأسعار والفروقات اللي موجودة آلية القياسي والطبيعي. هذا الموضوع هو موضوع علمي وتخصصي، يعني ما يسعنا الوقت انه لشرحه، ولكن الذين اللي قاموا به هو مخالف للقانون، وسيعرض وكيل المحطة للمساءلة القانونية. الحقيقة شركة توزيع المنتجات النفطية قامت دعوة قضائية على كل من قام بغلق المحطات ولحق الضرر بالمواطن. الاحتياطات اللي رافقت هذا الحدث هو قيام شركة توزيع المنتجات النفطية بتشغيل محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية المتعاونة مع شركة توزيع المنتجات النفطية على مدار 24 ساعة. ما أثر الحقيقة غلق المحطات من قبل وكلاء المحطات. كما تشاهدون نحن في محطة استراتيجية، محطة تعبئة وقود البياع فارغة، يعني ما بها سوى عدد مرتبات، يعني حال باقي الأيام الاعتيادية. فنريد يعني نبعث رسالة اطمئنان للمواطن الكريم بأنه لا توجد أزمة، محطات تعبئة الوقود العائدة لشركة توزيع المنتجات النفطية تعمل على مدار 24 ساعة، وسنحاسب بشدة كل من قام بغلق المحطة وخلق حالة أو يعمل على خلق حالة الفوضى وحالة اللا مركزية في هذا الشأن. نعم أستاذ، يعني هناك يعني عبر التواصل الاجتماعي يثيرون بأنه هناك ارتفاع في سعر لتر البنزين، يعني ما هي رسالة اللي غلق المحطات هو جاي يثير هذا الموضوع؟ أسعار المنتجات هي 450 دينار للبنزين العادي، والبنزين المحسن 650 دينار، ولا توجد في الوقت الحاضر أي زيادة للأسعار. الدولة تدعم المشتقات النفطية بواقع أكثر من 100% مرافقة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. حسين طالب عبود، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية.